رجعنا لحضراتكم مرة تانية، ويعني فقرتنا الأولى الحوارية، ويعني بنتكلم فيها عن رياضة الرماية للسيدات اللي ماشية في مصر بخطوات ثابتة، والفتيات والسيدات المشاركات في البطولات العالمية بيثبتوا نفسهم وبيحصدوا كثير من الميداليات والألقاب. معانا النهاردة نموذج محترم قدرت إنها ترفع اسم مصر في كثير من المنافسات. بنرحب بضيفتنا النهارده اللاعبه هدير مخيبر، لاعبه منتخب مصر وبطله العالم في الرمايه. كابتن هدير مشرفانا ومنورانا في 10 الصبح الاهلي. ميرسي، شكرا. صباح الهنا. صباح النور. وسعداء انك بجد لما تلاقي نموذج نسائي وكمان ناجح في مجال الرياضه، فده بيبقى ميكس عظيم جدا، وبيأكد فكره هنا برضو يعني الاهتمام بالرياضه النسائيه حتى وان كان ده مؤخرا، بس واضح ان في كمان شغل كبير بيحصل. وانت بقى عايزه اقرا معاكي يعني لو تسمحي لي يا هدير، لان زي ما حضراتكم برضو تعرفوا ضيفتنا حصلت على ايه. اولا ميداليه ذهبيه في اولمبياد الناشئين نتكلم 2014، ذهبيه البطوله الافريقيه 2015، الميداليه الفضيه في بطولة الشيخة فاطمة الدولية بالإمارات 2017، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الرياضة. لا وأنا عندي كتير لسه يعني، بصي بجد ما شاء الله. بس خلينا نبدأ من الأول، هدير إيه اللي حبيبك في الرماية وليه ابتديتيها ومين اللي شجعك؟ يعني خلينا نعرف. اولا انا بابايا هو السبب الرئيسي في دخولي اللعبه دي. انا وانا صغيره كنت بروح معاه، هو ضابط جيش، فكنت بروح معاه بقى يعني الاسماعيليه لان هو كان بيخدم هناك، فكنت بشوف الضباط وهم بيضربوا هناك رمايه وكده في المعسكرات. فقلت له يعني انا حابه الموضوع وعايزه ادخل فيه، قال لي اول ما هنزل القاهره ان شاء الله هدخلك. ففعلا اول ما اتنقل القاهره، جابني ووداني نادي المؤسسه العسكريه ودخلت هناك وبدات اشترك هناك. الحمد لله كانت بدايتي قويه، اول ما دخلت اتاهلت على طول لاولمبياد ناشئين. ودخلت فعلا، سافرت اولمبياد الناشئين وجبت ميداليه ذهب في الميكس تيم اولمبياد الناشئين. يعني اول بطوله ليكي كانت بميداليه ذهب. الحمد لله. كانت دي اول بطوله دوليه اشترك فيها يعني. فاتأهلت ساعتها في مصر وسافرت اولمبياد الناشئين وجبت الميداليه الذهب، واتكرمت بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسي واداني وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. فدي كانت بدايه مسيرتي يعني، وهو بدايه رائعه الصراحه. الحمد لله. فدي كانت اول حاجه عملتها في الكارير يعني، والحمد لله بعد كده ربنا كرمني بميداليات بقى كتير بعدها بدعم طبعا اهلي وبابايا. بس انا الفتره الاخيره توقفت سنتين لظروف يعني، يعني اتجوزت وخلفت ووقفت سنتين. بعد كده بقى يعني قلت قررت ان انا لازم ارجع تاني. طبعا بدعم جوزي ليا الصراحه شجعني جامد جدا ان انا ارجع، واهلي كلهم قالوا لي يعني لازم ترجعي. صح. فعلا رجعت. المفروض انا اصلا بلعب بندقيه ضغط هواء. رجعت ساعتها المنتخب اوريدي كان اتعدل البطوله الافريقيه دي، فالمدرب بتاعي قال لي يعني لو كده ممكن تشاركي في سلاح بندقيه رصاص 3 اوضاع. دي لعبه جديده عليا تماما، ما اشتركتش فيها قبل كده ولا لعبتها خالص. هم 3 اوضاع يعني واقف رائد مرتكز. فقلت له ساعتها خلاص اوكي ما عنديش مشكله. هو اداني الثقه الصراحه وكان واثق فيا ان انا اقدر اعمل حاجه، وفعلا ربنا كرمني. اتمرنت 10 ايام، سافرنا اذربيجان عملنا معسكر هناك لان احنا الميادين عندنا كانت ساعتها لسه ما اتفتحتش ان احنا نقدر نتمرن فيها. سافرت هناك 10 ايام اتمرنت، رجعت مصر قبل البطوله ب10 ايام. بعد ما رجعت 10 ايام بالظبط قبل البطوله، الحمد لله ربنا كرمني جبت البرونز يعني في افريقيا. الحمد لله.